أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. كشف مسؤول حكومي عن خطط لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط من أجل تعزيز إيرادات الدولة للمساهمة في تعافي الاقتصاد والعملة. وأعلن محافظ البنك المركزي محمد زمان بدأ توريد كافة إيرادات الدولة إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن وبدء إجراءات ربط البيانات مع محافظة مأرب. وأكد زمام أن إدارة البنك تبذل جهودا كبيرة أو تبذل جهودا في الوقت الراهن من أجل استقرار العملة المحلية، لافتا إلى أن الأزمة لا تعود إلى أسباب اقتصادية وإنما إلى تلاعب متعمد من خارج الوسط التجاري. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا عجزت الحكومة الشرعية عن ترتيب أوراقها الاقتصادية حتى الآن؟ وهل الخطوات التي كشف عنها محافظ البنك المركزي كافية لإنعاش الاقتصاد المتدهور؟ أكد محافظ البنك المركزي أن الموارد النقدية لا تزال شحيحة، وكشف عن إجراءات للحصول عليها من مصادر غير تضخمية. جاء ذلك في سياق حديث لمحافظ البنك خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في مقر البنك بعدن، وأجمل فيه التحديات الراهنة المتمثلة في وجود إدارتين لاقتصاد واحد والتراجع الحاد لتحويلات المغتربين من 5 مليارات دولار إلى أقل من 2 ملياري دولار فقط. إذن مشاهدينا، قبل أن نبدأ الخوض في نقاش هذه التطورات، نذهب لنتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نعود. إيراداتنا للثمان الأشهر الذي هي يناير سبتمبر 400 مليار ريال، مصروفاتنا 860. بعد صمت طويل أفصح البنك المركزي عما سكت عنه لأكثر من 3 أعوام. الموارد شحيحة والوضع الاقتصادي مرشح لمواجهة المزيد من الصعوبات في ظل المعطيات الراهنة. جاء ذلك في سياق حديث لمحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام خلال مؤتمره الصحفي الأول من نوعه الذي عقده في مقر البنك بعدن، وأجمل فيه التحديات الراهنة المتمثلة في وجود إدارتين لاقتصاد واحد والتراجع الحاد لتحويلات المغتربين من 5 مليارات دولار إلى أقل من 2 ملياري دولار، بالإضافة إلى توقف الصادرات النفطية إلا من مصدرين فقط وبقيمة تصل إلى 150 مليون دولار كل شهرين، لا تكاد تغطي قيمة المشتقات النفطية لكهرباء عدن والمحافظات المجاورة. المحافظ زمام كشف عن إجراءات بدأ البنك المركزي بتطبيقها للحصول على موارد من مصادر غير تضخمية، شملت إصدار سندات حكومية بقيمة فائدة تصل إلى 17% وإصدار شهادات الإيداع التي توازي أذون الخزانة بقيمة فائدة تصل إلى 27%، بالإضافة إلى اعتماد آلية جديدة لودائع البنوك الإسلامية. زمام أوضح أن إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد في الوقت الراهن يصل إلى 2.9 مليار دولار، من ضمنها الوديعة السعودية البالغة قيمتها 2 ملياري دولار، فيما جاء المبلغ المتبقي من ودائع تخص الحكومة اليمنية في الخارج جرى الإفراج عنها مؤخرا. وقدم محافظ البنك إحاطة بالأسباب التي وقفت خلف التدهور الحاد في القيمة الشرائية للريال، وبعد دفاع لافت عن الصيارفة أوضح زمام أن المضاربة ارتبطت خلال الفترة الماضية بشكل رئيس باستيراد المشتقات النفطية التي قال إنها تأخذ أكثر من 60% من الطلب على الدولار. وأورد جانبا من الإجراءات التي تنهي المضاربة في هذا القطاع من خلال اعتماد 15 مليون دولار لشركات النفط من أجل استيراد المشتقات النفطية بسعر تنافسي يصل إلى 585 ريالا مقابل الدولار، فيما اتفق البنك مع التجار على توريد أموالهم بالريال إلى البنوك التجارية لتقوم هذه البنوك بشراء مقابلها من الدولار لتغطية قيمة وارداتهم من السلع في ظل رقابة شديدة يمارسها البنك المركزي على الموارد الخارجية للبنوك. حديث محافظ البنك المركزي تضمن العديد من الحقائق المتصلة بالسياسات النقدية ووضع الريال، ودفاعا مستحقا عن الحكومة أمام الانتقادات ذات الطبيعة السياسية الموجهة التي تنال من هذه الحكومة وسط دعوات مرافقة إلى إسقاطها لتحقيق أجندات إقليمية مشبوهة. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وأرحب بضيفي. سينضم إلينا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب، وأيضا ضيفنا من ماليزيا المحلل الاقتصادي سيد عبد الواحد العوبلي. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمد حلبوب، أولا مساء الخير. مساء النور والسرور. أهلا بك دكتور. يعني كيف تقرأ تصريحات مدير البنك المركزي الأخيرة محمد زمام؟ التصريحات الأخيرة أعطت مؤشرات بعضها إيجابي
وبالذات خصوص الاحتياطي 2 مليار و900 مليون. نعم. وكذلك النفقات التي وصلت إلى 860 بينما الإيرادات 400، وهذا رغم يعني معقول. نعم. إلا أنها أعطت معلومات خطيرة، وهي انخفاض التحويلات المغتربين من 5 مليار دولار إلى أقل من 2 مليار. هذا المؤشر هو مؤشر خطير للغاية. و يعني يجب أن يتم التشاور في هذا الموضوع مع بالذات مع المملكة العربية السعودية التي اتخذت إجراءات قاسية في ضد المغتربين وأدت إلى طردهم خلال الأشهر شهر 5 و6 و7 و8. والآن هذه النتيجة وهي الانخفاض الشديد في تحويلات المغتربين، وبالمناسبة هي المصدر الوحيد المتبقي للمعيشة السكان في اليمن، حيث أنه صادرات النفط منخفضة للغاية وصادرات الغاز متوقفة، وكذلك الصادرات الأخرى من عسل وخضار وفواكه وغيرها. نعم. وأسماك. هذا أيضا هناك مشكلة كبيرة لم يتعرض لها محافظ البنك المركزي، وهي المشكلة الكبيرة التي تعرقل العلاقة بين التجار والبنوك وبين البنوك فيما بينها وبين البنوك والبنك المركزي، وهي وجود سعرين للدولار، سعر الكاش وسعر الشيك. فالآن مثلا يوم أمس كان سعر الكاش 720 في عدن، بينما سعر الشيكات 885. وهنا مشكلة كبيرة لو سمحت أن أشرحها ببضع دقائق. تفضل تفضل دكتور. فمثلا لو جاء تاجر ولديه 720 مليون ريال بشيك، طبعا هذا المبلغ لا يمكن أن يأتي فيه كاش، سيأتي فيه بشيك 720 مليون ريال، لا يمكن لأي بنك أو لأي صراف أو لأي جهة مالية أن تعطيه مليون دولار، لأنه السعر الشيكات ليس 720 وإنما 885. هذه الإشكالية التي أدت إلى ارتفاع سعر الشيكات، سعر الدولار بالشيكات بنسبة حدود 323%، هي العائق والمعرقل أمام الاستيراد، لأنه عادة الواردات تتم بالشيكات وبشكل بأرقام كبيرة، وهي المعرقل الأساسي. لكن دكتور، من الذي وضع هذه المحددات، ومن أيضا بيده أن يعني يعيد ترتيب هذا الأمر بما يتناسب ما بين التجار والبنوك أيضا؟ المشكلة ظهرت نتيجة استخدام الحوثيون لإصدار شيكات بدون رصيد، يتم من خلالها شراء الدولار من السوق بأي سعر. كانت هذه بداية المشكلة، وكانت هذه العملية تتم عبر تواطؤ واضح من كاك بنك. هذه المشكلة يعني تعقدت وازدادت، وصلت في بعض الأحيان أن الفارق بين سعر صرف الدولار كاش وسعر صرف الدولار شيكات إلى 31%. هذه العملية من الواجب على البنك المركزي أن يعمل لها إجراءات بالتعاون مع البنك الدولي، بالتعاون مع صندوق النقد، وأيضا باتخاذ إجراءات رادعة داخلية. هذا موضوع خطير للغاية، لأنه سوف يعرقل كل عملية الاستيراد. يعني التاجر الذي يبيع بضاعته يبيعها بالريال، وبعد ذلك يحولها إلى من الريال، يعني يصدر بها شيكات من أجل الحصول على دولار إلى أو يوصلها إلى البنك، ولكن البنك لا يستطيع، لأنه هناك فارق 23% بين سعر الشيكات وسعر الكاش. هذه العملية تتطلب حل سريع وخلال فترة قصيرة، والحل ممكن، وهذه من أهم مهام البنك المركزي خلال الفترة القادمة. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي دكتور. يعني أذهب لضيفي من ماليزيا المحلل الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد، مساء الخير. مساء الخير أخي شادي. أهلا بك سيد عبد الواحد. يعني لعلك اطلعت على تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة، يعني ما قراءتك لهذه التصريحات؟ بشكل عام أجد التصريحات جيدة،
وهي تعتبر اعتراف ولو متأخر أن إيرادات تصدير النفط من المسيلة كانت تورد إلى حسابات خارج البنك المركزي. نعم. وحسب المعلومات اللي عندي الإيرادات كلها كانت تذهب إلى حساب خاص بالحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض. ولكن حسب تصريح محافظ البنك المركزي هذه الإيرادات أصبحت تورد إلى حساب البنك المركزي اليمني. نعم. الأمر الذي سيخدم بشكل إيجابي الوضع الريال اليمني وسيعزز قيمته أمام العملات الأجنبية. هذا بالإضافة إلى أنه ذكر أنه لا يزال أو لا تزال التواصلات والمراسلات مع السلطة المحلية في مارب أو البنك المركزي في مارب لتوريد إيرادات المشتقات النفطية إلى حساب البنك المركزي في عدن، وهذه تعتبر أيضا خطوة إضافية جيدة ستدعم موقف الريال. فكل هذه الخطوات تعتبر جيدة ولو أنها جاءت متأخرة، ولكن لا يسعنا إلا أن نبارك هذه الخطوة ونتمنى المزيد من الإفصاح والشفافية عن الأرقام والتفاصيل عن إنتاج النفط وتصديره وتفاصيل إنتاجه. نعم، يعني هذه الخطوة نفهم أنها ستكون كفيلة في إنعاش الاقتصاد بعد التضرر الكبير الذي لاحق به. نعم، هي ستساهم بشكل كبير إذا ما رافقها تقنين وإدارة جيدة لموضوع النفقات، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات، لأنه أنت عندك في مجال أو في مجال النفط الخام لا يزال لديك الكثير من الشركات لم تعمل أو لم تستأنف عملياتها، ولا زال بإمكانها أن تصدر إنتاجها من النفط الخام وتضيف مبالغ إضافية إلى ميزانية الدولة. نعم. فيجب العمل يجب على الحكومة أن تعمل على تسريع عمليات إعادة الإنتاج وبالتالي إعادة تصدير النفط من الموانئ المتاحة في الضبة وفي النشيمة. نعم. ويمكن كذلك السماح بتصدير النفط الخاص او النفط المنتج من قطاع 18 في صافر، وايضا استئناف العمليات من قطاع جنة هند الذين سيسهمان بشكل كبير في رفض الميزانيه العامه للدوله بمزيد من الاموال. نعم. هذا في جانب الايرادات، اما بجانب النفقات. نعم. فيجب ان تعمل الحكومه على مزيد من الجهود لتقنين النفقات وتغطية البنود الكبيرة التي تستهلك العملة الصعبة مثل شراء المشتقات النفطية واستيراد الكماليات. نعم، إذن وضحت الفكرة. سأعود إليك سيد عبد الواحد. أذهب للدكتور محمد حلبوب. يعني دكتور، ما مقدار إيرادات البلاد لو قارناها بالموازنة العامة؟ ملاحظ من خلال البيانات المكتزه التي اوردها محافظ البنك المركزي بانه اجمالي النفقات كانت 860. نعم. وانه الايرادات كانت 400، فواضح جدا انها اقل من 50%، يعني في حدود 46%، وهذا رقم متدني لكنه لا يوضح المشكله كامله، لأنه هذه الإيرادات لا تضم الإيرادات الموجودة في مأرب، وأيضا لا تضم الإيرادات وكذلك النفقات التي تتم في صنعاء. ونحن نعرف أنه لا يزال الاقتصاد اليمني هو اقتصاد واحد يتأثر بعضه ببعض. نعم. والملاحظ مثلا أنه هذه الأيام أسعار الدولار في صنعاء مرتفعة، وهذا دليل قاطع على أن الضغط على الدولار يتم هناك في صنعاء وليس في عدن. يعني هذه مؤشر واضح، عندما يكون سعر الدولار في صنعاء عالي فهذا أكيد مؤشر على أن الضغوطات موجودة في صنعاء وأن هناك شراء
للدولار بأي سعر كان، وأنه هناك تدخل أما من الحكومة وأما من البنوك الموجودة في صنعاء. هذه الإشكالية يعني أو عدم وجود بيانات إجمالية حقيقية كاملة للإقتصاد واحد، لا يزال الاقتصاد واحد، وبالتالي الحديث عن النفقات بمقدار 860 هو حديث يعني جزئي يتحدث عن ما تم مروره عبر البنك المركزي في عدن، ولكن هناك أيضا جزء آخر يتم عبر البنك المركزي في صنعاء وأيضا عبر بنك الحكومة الموجود في كاكبن. نعم، بالنسبة لمسألة الربط التي تحدث عنها محافظ البنك وربط محافظة مأرب وأيضا قد يشمل أيضا محافظات أخرى في المستقبل، يعني مسألة الربط هذه لن يعني تواجه بمعوقات مثلا في القادم؟ مسألة الربط هي تعني وكان يفترض أن تتم منذ فترة طويلة. مسألة الربط يعني أنه الإيرادات التي تتم في مأرب تورد إلى البنك المركزي في مأرب، والبنك المركزي في مأرب يشعر إشعار البنك المركزي في عدن بأنه تم توريد مبلغ كذا كذا ويتم الصرف منها، ولا يستطيع البنك المركزي في عدن أن يتصرف فيها. قضية الربط هي قضية إحصائية أكثر منها عملية، يعني وهذا الكلام كان يفترض أن يتم منذ فترة طويلة لأنه لا يوجد أي معوق، بمعنى أنه إيرادات مأرب ستظل لصالح مأرب، ولكن فقط قولوا لنا كم وردتوا وكم أنفقتم وكيف أنفقتم فقط. إذن ابقى معي دكتور، أذهب لضيفي الآخر سيد عبد الواحد. يعني سيد عبد الواحد، لو تابعنا التصريحات أو ركزنا في تصريحات المحافظ، هو يتحدث عن تراجع أيضا في الإيرادات من خلال المغتربين و يعني الإرسال والحوالات التي تأتي من خلالهم، والتراجع كان من 5 مليار دولار إلى 2 مليار، يعني نفهم أن بهذا أن إجراءات المملكة الأخيرة ربما كانت سبب كبير في مسألة تضرر الاقتصاد. طبيعي، لاحظنا عدة إجراءات قامت بها المملكة العربية السعودية ودول التحالف بشكل عام، سببت تضييق الحصار على الشعب اليمني، كان أحدها تضييق الخناق على المغترب اليمني في السعودية وإجبار ربما الملايين على العودة إلى اليمن وفقدان مصادر دخلهم، الأمر الذي أدى إلى تخفيض كمية الحوالات القادمة من السعودية إلى اليمن التي كانت تشكل مصدر كبير وأساسي من العملة الصعبة الذي كان يضخ ويدخل المنظومة النقدية للجمهورية اليمنية. والآن هذه الأموال فقدها اقتصاد اليمن، ويجب على الحكومة الشرعية التواصل والتحدث مع التحالف لمحاولة تعويض هذا العجز، بمثلا لنقول محاولة تخفيف الحصار الحاصل على الجمهورية اليمنية وتمكين الحكومة من الحصول على إيراداتها في مجال مثلا الموانئ والمطارات، أو حتى السماح للشركات النفطية التي لم تعمل بعد على استئناف عملياتها وبدء الإنتاج والتصدير. هذا بالإضافة لما بإمكان المملكة العربية السعودية ودول التحالف على سبيل المثال أن يدعموا اليمن بمواد عينية من المشتقات النفطية، لأن شراء المشتقات النفطية يستهلك جزء كبير من العملة الصعبة بسبب شرائها من الخارج، فلو أتت هذه المشتقات وتم استخدامها داخليا فلن تحتاج الحكومة لاستهلاك ما تملكه من العملة الصعبة لشراء المشتقات. مثل هذه الإجراءات تحتاج الحكومة للتواصل والتحدث مع التحالف بشأنها. نعم، لكن سيد عبد الواحد، يعني كنت معنا في حديث سابق أن حول الموانئ اليمنية وأيضا تأثير يعني تعليق نشاط هذه الموانئ والمطارات على الاقتصاد
الوطني، وجدنا أن معظم الموانئ الأساسية صارت تحت سيطرة الإمارات، وكان آخرها ميناء النشيمة. يعني كيف لتصريحات المحافظ أن تنفذ في مسألة يعني الاستفادة من مسألة تصدير وتصدير النفط، وبالتالي هناك عرقلة واضحة وسيطرة على هذه الموانئ الرئيسية؟ بالضبط، كل ما بيد المحافظ هو العمل على إدارة بعض السياسات والإجراءات النقدية أو ذات الطبيعة النقدية. أقصد قد تكون هذه التصريحات يعني جاءت بناء على ضمانات محددة مثلا؟ لا توجد لدي معلومات، لكن مهما كانت هذه الإجراءات النقدية فهي لن تكون ناجحة ولن تسبب أي تحسن في وضع الريال ما لم يرافقها ويصحبها إجراءات تحسن من وضع الاقتصاد بشكل عام. فبقاء سيطرة الإمارات أو غير الإمارات، سواء السعودية في محاولاتهم على السيطرة على الموانئ الموجودة في المهرة على سبيل المثال، وإيقاف عملية تحرير محافظة الحديدة وبالتالي إعادة السيطرة على ميناءها، كله معوقات تحول أمام الحكومة للتمكن من السيطرة على إيراداتها وإدارة اقتصادها. فيجب أن تتمكن الحكومة من السيطرة على مواردها لتمكن البنك المركزي ووزارة المالية اليمنية من تنفيذ سياساتهم النقدية. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الواحد. غير ذلك لا يمكن أن يصاحب هذه الإجراءات أي نجاح. نعم. وسيستمر الريال بالتدهور. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الواحد. أذهب للدكتور محمد حلبوب. يعني دكتور، ورد أيضا في تصريح محافظ البنك المركزي بأنه يعني سيتم تحويل أو الحصول على يعني هناك إجراءات للحصول على الموارد من مصادر كما وصفها غير تضخمية. يعني ماذا يقصد بهذا الوصف؟ هو يقصد بأن الدولة بدلا من أن تقوم بطباعة، أو بالبنك المركزي بدلا أن يقوم بطباعة عملة جديدة سوف يأخذ قرض أو يأخذ قروض. نعم. من الداخل، بمعنى من البنوك ومن المؤسسات المالية الأخرى مثل الضمان الاجتماعي وغيره. ومن أجل تشجيع هذه البنوك على يعني إقراض البنك المركزي تم رفع سعر الفائدة إلى 27، وتم رفع سعر السندات الحكومية إلى 17%. أنا أقول إن هذه الخطوة لن تكون ذات جدوى كبيرة. نعم. وذلك لأنه معظم الآن البنك المركزي مدان أو مدين للبنوك، أو الحكومة عفوا، الحكومة عليها دين للبنوك أكثر من 2 تريليون، هذه على شكل أذون خزانة. هذه الأموال الكبيرة سوف تنتقل فقط من أذون خزانة إلى سندات حكومة، إلى شهادات إيداع. هذه العملية لن تكون موجودة، وبالتالي فإن البنك المركزي لن يستفيد تمويل محدد وواضح من جديد، وإنما سوف تتحول فقط المديونية التي لا تزال الآن موجودة في صنعاء ويتحملها البنك المركزي في صنعاء. لا تزال هذه المديونية سوف تنتقل من صنعاء إلى عدن، وسوف يصبح البنك المركزي في عدن هو المسؤول أمام الدين العام، الذي يصل إجمالي هذا الدين العام إلى أكثر من 6 تريليون ريال يمني. هذه العملية لن تكون لها أي جدوى، بل إنها سوف تزيد الأعباء المالية من خلال رفع سعر الفائدة، سوف تزيد الأعباء المالية على البنك المركزي، وهذا هو توقعي من هذه العملية. نعم، إذن أشكرك جزيلا دكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي السيد عبد الواحد العوبلي بسؤال أخير. يعني سيد عبد الواحد، ما الذي تحتاجه البلاد لكي تعيد ترتيب ووضعها الاقتصادي يعني من حيث الحلول وأيضا المعالجات؟ لنبدأ أولا بالإيرادات. الآن لدى الحكومة اليمنية حسب تصريحات محافظ البنك المركزي حوالي 900 مليون دولار
كإيرادات من نفط المسيلة فقط. هذه الإيرادات بإمكان مضاعفتها إذا ما تم السماح لبقية الشركات. أعرف أن هناك جهود لاستئناف التصدير من شركة كالفالي على سبيل المثال، وشركة أوم في تصدر بشكل فعلي، ويمكن أن يتم تطوير العمل فيها لمضاعفة الكميات المصدرة. ولا يزال لدينا شركة جنة هند التي لم تستعد الإنتاج، والتي بإمكانها إنتاج ما يصل إلى 35 ألف برميل يوميا، ستشكل فارقا في كمية الإيرادات القادمة للحكومة اليمنية، بالإضافة إلى النفط الخام المصدر من مأرب، والتي يمكن الاستغناء عن أنبوب صافر الذي كان يضخ في محافظة الحديدة رأس عيسى، يمكن الاستغناء عنه والتعويض بتصدير النفط عبر ميناء، عبر أنبوب النشيمة، وبالتالي إلى ميناء النشيمة النفطي. كل هذه الموارد إذا تجمعت بإمكانها أن تشكل دفعة كبيرة جدا للاقتصاد. بالإضافة لأنه وردت لي معلومات أن هناك جهود حثيثة لاستئناف تصدير الغاز المسال من بلحاف، ومؤخرا اجتمعت إدارة شركة يمن الانجي بالقيادات الأمنية والعسكرية للمناطق المحيطة بخط أنبوب بلحاف الذي ينقل الغاز المسال من صافر إلى بلحاف. كل هذه الجهود واستئناف تصدير الغاز المسال ربما يرفض الميزانية العامة بما يقارب المليار دولار. هذا كله إذا تم عمله بنجاح سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وسيسهم في إنقاذ الريال وإيقاف تهاويه. إذا وضحت الصورة. للنفقات يجب أن تعمل الحكومة على سد الفجوة الموجودة في النفقات الحاصلة مثلا من استهلاك العملة الصعبة في شراء المشتقات النفطية. فعلى سبيل المثال، لماذا لحد الآن لم تعمل أو لم يتم استئناف العمل في مصافي عدن؟ تشغيل مصافي عدن سيوفر العملة الصعبة التي تشترى بها هذه المشتقات، لأنه مصافي عدن يمكنها أن تصفي النفط القادم من شبوة أو من حضرموت وتوجهه للاستهلاك المحلي، وبالتالي توفير العملة الصعبة التي تستهلك في شراء المشتقات النفطية من الخارج. هذا شيء جانب. ولدينا في مأرب على سبيل المثال بالإمكان تشغيل المحطة الغازية لتوليد الكهرباء في مأرب والمناطق المحيطة بها. وبالتالي تخفيف الضغط على استهلاك الديزل وتوفيره للجميع بسعر وتكلفة أقل. لأن المزارعين على سبيل المثال في محافظة مأرب يعانون الأمرين من غلاء وارتفاع تكلفة الديزل الذي تصل قيمة البرميل منه إلى حوالي 120 ألف ريال بالضبط. كل هذه التكاليف يتحملها المواطن في الأخير في الغذاء الذي يتناوله. إذن هي نقاط مهمة سيد عبد الواحد، ولكن هنا داهمنا الوقت. يعني أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي سيد عبد الواحد العوبة اللي كنت معنا من ماليزيا، والشكر أيضا للدكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.